لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Uruguay, derby cura, derby riada, derby siesta o derby geografia. L'Uruguay è seda in sacca tra l'Argentina, il football di Neotletin, estacallet, Wabaina Omanar, Ashair Alfas La Plata, Al Ajuz, Oscar Washington Tavares, Sayed Heda, Akter Muder Fitterich, Lel Montechabet Watania, Miev Sitta Otomini Match, Lel General Oscar, Mukabel Raul Hector Cooper, Bicol El Hebrat. وينطلق اللقاء مصر اوروغواي انطلاق يمشي الكره البيستوليرو لويس سواريز برافو دفاع حذاري لا كره عرضيه عن طريق كاسريس يمشي بالكره اديسون كافاني والدفاع كره المصري هنا على انغامي مصراوي بينما كافاني والشناوي برافو الشناوي اول كره يشدها الشناوي في مشواره الرسمي اول كره بارادي تصدى لها الشناوي في بارادي يمشي النني ترجع كرة كثيرة المنتخب المصري عنده كرة والتسديدة والحق ترجع كرة عمرو وردة يمشي وردة يوزع كرة هي سهلة للدفاع الأوروغواياني المنظم حذاري من هذه الكرات تمشي التوزيع عرضية صعبة والبرة كرة برة ضربة مرمى للشناوي العرب وكأس العالم العرب والمونديال كان ضد المغرب يعني عربي ضد عربي فنعنا السبع انتصارات ثلاثة للجزائر ركور اثنين للمغرب خمسة واحدة لتونس ستة والسابع سبعة وياخذ سيلفي وسيبي والكرة تمشي بالراس يضرب راسية ترجع الحارس مروان سنة ونسب تقريب مع صلاح وصلاح هو التقريب لرشح المونديال في خطأ يمشي بالكرة منتخب مصر كرة على طريق تريزيجيه تمشي كرة من بعيدة طويل شيك 1-0 على ويلز 3-0 على اوزباكستان هنا كرة تمشي برافو احمد ترجع الكرة كاسريس كاسريس يمشي مارتين يلعب دي ار سيتي بالراس ترجع بالدفاع رد باله الفريق المصري ما يعديش فتحي بامتياز حذاري كافاني راوا كافاني شوت برافو الدفاع اخطر كرة على الفريق المصري برافو يا علي علي يا علي الدبش التنفيذ حذاري الكرة الثابتة يضرب بالراس صعب رد باك بوكودي جول والهدف الاول فرصة كبيرة ضاعت فرصة كبيرة ضاعت حذاري احذروا الكرة الثابتة نبهت فيها مرات كررت وتكرار مللت من التكرار انسو كافاني رد بالك يحل اللعب عن طريق لويس يمشي سواريز فماش خطأ برافو ديكو محمد يحل اللعب يمشي عمرو وردة وردة على القائم الثاني يطلع الكرة وسط الميدان فيسينو ديال الانتر يلعب فيسينو شاط كرة رد بالك اوت برا ضربة مرمى للشناوي والكرة ترجع مرة ثانية محاولة التوزيع خطيرة على قائمة لويس البيستوليرو سواريز حط الكرة سواريز الباشا تريزيجي سجل هجوميا ناقص صلاح واضحة الأمور ترجع الكرة العرضية أين راس لويس يلعب كرة تهي الكرة كافاني ينسي في روحه خطير كافانية حذاري من امتلاك كرة الأطراف مرة أخرى باريلا يلعب كافاني ويقاوش الكرة على طريق جودين يمشي جودين وصل الكرة سوق واي وسيشعل حماسة المصريين تمشي كرة على القائم الثاني بعيدة يا فتحي وين فتحي هي المفاجأة فتحي حط كرة أضرب كرة ممتازة رد بالك من كورة وينك يا فتحي ترجع كافاني يمشي ديزون كافاني وزع كورة برافو شو هذا قماش المهم النتيجة ترجع الكورة عرضية حذاري برافو وردة الرقيق تولي بلاتيني مع تريزيجي يا تريزيجي اضرب شاط ترجع الكورة شوف الهدايا شوف كافاني خطيرة يمشي سواريز يا ستار يا مان على اخطار اخطر الكرات كافاني والكرة بعيدة اديسون مرة في الماتش يمشي عبد الشافي ممكن التسجيل عبد الشافي حط كرة واحدة اثنين بعيدة على السعيد من تريزيجي كرة بالراس يمشي تريزيجي شوت يا تريزيجي عدل سقيك عدل الدنيا تقدمه مصر امام الاورجواي تعطينا امل في حضور عربي في هذا المونديال يمشي في جدة سيدخل الان كرة خطيرة تشعر بالراس برافو يا حجازي فضائية ومروى المحصن فما شانس ولكن فما خطورة حذاري برافو كهربا تمشي كرة النني هي اضرب يا كهربا خطير رد بالك كافاني رد بالك الدفاع والحكم يمشي وردة عدى فما خطا فاول اعطيه ورقة صفراء برافو حكم الفانتس هذه قوة كافاني حتى له رد بالك برافو يا شناوي يا كبير شناوي يا بطل شناوي الحارس نمبر 1 وبين اول
أبطال العالم في الفوتبول خطيرة بالرأس والهدف الأول 1-0 1-0 في الوقت القاتل عن طريق خيمينيث خيمينيث ركب الفاول للمنتخب المصري ويلعب الخطا ويضربها بالرأس ويحط كرة ظالمة كرة غير عادلة يعني والله صدقوني يعني